راديو نيل. ضيفي وضيفكم النهاردة عملة نادرة، موهبته كانت واضحة من طفولته في التلحين وفي الفن، شخصية عنيدة، غريب الحب وحبه جنة وكلام عنيه واللي يمشي يمشي من أجمل أغانيه، ولسه عنده كتير ألحانه وفنه فيهم حاجة مستخبية. ضيفنا اللي منورنا النهاردة في لمن يهمه الفن النجم الملحن والمطرب مديان. يا مساء الفل. مساء النور يا أميرة. يا مديان منور الدنيا، ربنا يخليكي، ده بوجودك. أنا مستنية الحلقة دي من كتير قوي، لأنه أنا قلت لك حتى الحلقة دي أنا هستمتع فيها وهنمتع الجمهور فيها إن شاء الله إن شاء الله. لا، وعلى وشك الحلو، يعني النهاردة عايشين حالة نصر، بنبارك للمنتخب المغربي. عايزين نبدأ كلامنا فعلا بأن احنا نبارك للشعب المغربي وللمنتخب المغربي، بجد أبهر العالم وأبهرنا وبسطنا جدا وفرح كل العرب والعالم كله. يعني حقيقي النهاردة حالة حاجة فرحة كبيرة جميلة، ومحدش كان متوقع ده. دايما كأس العالم الناس بتشوف إن بنحس إنه بعيد عن العرب، مش عارفة ليه. يعني النهاردة كلنا بنتوقع إن كلنا هنخرج. فاجئونا السعودية برضو، كنت عايز أبارك لهم طبعا بأثر طبعا رجعي طبعا على أول فوز كان في بداية الموسم يعني، فبسطنا جدا. وطبعا عايز أهني قطر على التميز وعلى الشعب القطري طبعا على صحيح. يعني كل الناس بتعلق بطريقة إيجابية جدا في العالم كله على الاستقبال والتنظيم وشياكة المونديال، كل حاجة بصراحة صحيح. أنا مبسوط أن العرب المرة دي عاملين دور كبير جدا، سواء كانت قطر كإدارة وتنظيم واحتواء الموضوع كله، السعودية واللي عملته، وإن شاء الله تعوض في الكاس العالم اللي جاي إن شاء الله، وتدخل برضو إن شاء وتطلع الله. كتير إن شاء الله. المغرب بقى هو اللي صعد لمرحلة تقريبا دي أول مرة في التاريخ يحصل. صحيح، أول مرة منتخب عربي الحقيقة. فرحة المصريين كبيرة جدا يعني جدا. كأننا احنا والله يعني انا حاسة ان احنا اللي فزنا بالظبط. صعدنا. مديم بتحب الكورة؟ انا بحب اتفرج على الكورة، لكن انا مش متابع جيد. انا على فكرة انا مش متعصب في حياتي في اي حاجة. يعني ما بحبش اهلي وزمالك، ما بحبش كاس العالم يعني اتعصب على ان احنا دخلنا او ما دخلناش اصلا حتى. بس انا بحب طبعا لو دخلنا هبقى بتفرج بقى اعصابي يعني. وانا بتفرج على كاس العالم اللي فات واحنا كنا موجودين، انا كنت كل جون بيجي فينا او ان احنا بنجيب جون ولا اي حاجه ده كان بيحصل فيا يعني بنفعل بجد. بنفعل بجد يعني لما بتفرج على ماتش كوره بنفعل بجد. بتتفرج مع مين يعني؟ مين الشخص اللي تحب تتفرج معاه على ماتش كوره، ومين الشخص اللي لا يمكن؟ والله ما بركزش في المواضيع دي، بس يعني هي بتصادف ان دايما انا ومراتي بنتفرج على الماتش مع بعض، بالذات كاس العالم اللي فات كنا بنتفرج عليه مع بعض انا وهي ياسمين. احنا بنبعت تحيه كبيره جدا لدكتور ياسمين اللي هنتكلم عليها اكيد في حلقه النهارده كتير. طيب انا عايزه نغني، يعني بما اننا بادئين الحلقه كده فرحانين فيلا نغني اغنيه نحس فيها بحاله كده من الفرحه، يعني حاسه بحاله فرحه جميله. نغني ايه؟ طيب يلا بينا اختار. مع احترامي للناس وللأسامي، اسمك حبيبي أحلى اسم بنادي، أغنهولك والله أغنهولك، شايف جناني بيك شايف واصل لإيه، اتقل ورادي هو انت حد عادي، هو انت حد عادي ولا انت زينا، شلة ارادي اضعف وانت قصادي، شايف قمر قصادي من السما نازل لنا. الله.